طب كابتن عادل، الشوط الثاني استحواذ، سيطره، تفوق تكتيكي وبدني طبعا. النادي الاهلي اهدار فرص بالجمله. مبروك للنادي الاهلي التصدر، ومبروك ليانج افريكانز نقطه غير مستحقه. يجب ان لازم يبقى لينا وقفه، وقفه اللي يبقى لينا من ضياع الاهداف. يعني ما تقوليش الشوط الثاني اضيع 8 على الاقل، على الاقل لو قلنا المؤكدين قوي 5 مثلا، يعني اطلع 5 سهلين للغايه. المشكله انك انت الشوط الثاني كنت افضل بمراحل، تكتيكا لعبا انت الافضل، ولكن كرة القدم نتائج، لان هم ما عملوش حاجه بس جابوا جون. ده يرجع لانك انت الى الان الاهداف اللي انت بتشتغل عليها كفرقه احيانا بتتوه منك. يعني احنا احرزنا هدف في وقت، خبرات اللعيبه فين؟ الوقفه فين؟ لازم نقف، لازم نعدي الثلاث اربع دقائق اللي بعد الهدف. ده يدخل فينا هدف في الوقت الضايع، ودي مش من سماتنا ولا صفاتنا. المفترض نشتغل دفاعيا كويس، وقت الدفاع نبقى دفاع كويس، وقت الهجوم نبقى هجوم كويس. مشكلة كبيرة ضياع الأهداف من اللاعبين، دي حقيقة. إيه؟ هل اللاعبين عندهم ثقة في نفسهم إن يجيبوا أهداف؟ يعني أنت بتتكلم في 4 5 فرص مؤكدين، الطبيعي إنك تطلع تاني شوط كسبان 5-1 6-1. أنا بكلمك يعني وأنا متأكد من الكلمة اللي أنا بقولها، إحنا أفضل كتير جدا. يمكن الكابتن شريف كان طول الماتش قبل الماتش قال لك النادي الاهلي احنا افضل واحسن كتير من الفرقه دي، رغم ان احنا كنا شايفين ان الفرقه دي فرقه المفترض ان هي فرقه كويسه، ولكن في اخر المباراه هي اتعادلت معاك. يعني التعادل النهارده انا في رايي، يعني انا في رايي احنا عمرنا ما بنفرح من هزيمه او تعادل، ولا عمرنا بنقول على فرقتنا كويسه لما تتعادل او تتغلب، ما عندناش الامر ده. ولكن النهارده انت تاني شوط افضل كتير جدا، صحيح. علامه استفهام كبيره، انت ضيعت بنتين من ايديك سهلين للغايه، ولا انك انت الافضل وانت الاحسن. المهم انك انت، اللي زعلني مش انك انت تعادلت، اللي زعلني اهدافك انت شكلها ايه. يعني التنظيم جوه الملعب، بمعنى اخر 5 دقايق لازم اللعيبه نفسها تنظم جوه الملعب اكتر. بص يا كابتن، اكتر من موقف انا لعيبه النادي الاهلي في الفتره الحاليه بيزعلوني فيها، انك انت ما تطمعش، انت كسبان 1-0 1-0، نظم نفسك، هتهدي الريتم، هيجوا هتروح تجيب هدف واثنين وثلاثه. انت لما تيجي تتكلم، انا دائما بقول ايه، اللعيب الغالي اللي بيلعب في مكان كبير يجب ان يستغل اقل انصاف الفرص. هي ده، هو ده النادي الاهلي. انت النهارده تكسب 1 و2 و3 و4 و5 6 7، يعني توصل ل6 و7، صحيح، يدخل فيك جون ممكن تضيع، لكن ما تدخلش فيك جون. التقل هنا، عشان كده انا بتكلم في ايه، حتى نص الملعب تلاقيهم مندفعين بعد ما جبنا الهدف، حتى المدافعين بتوعنا عاملين عمق كبير قوي اللي ورا. فين الشناوي في الكلام؟ فين التنظيم؟ فين اللي واقف جوه الملعب مدرب؟ مش المدرب اللي بره، اللاعب المدرب اللي هو احيانا نمسك الكوره قائد، نهدأ القائد. دي نقصانة، نقصانة كتير قوي في الملعب. لو في واحد جوه الملعب قال لك هدوا اللعب، ننظم نفسنا، نقف، الحاجات دي كلها صحيح مهمه بالنسبه لنا. احيانا بنبقى عايزين نطلع 45 دقيقه ما يدخلش فينا حاجه. فبيحصل ايه؟ بيحصل انك انت بتنظم كويس، انت جبت الهدف يجب انك تقف وتنظم. ورغم هذا انا بقول ان احنا افضل بمراحل كتير، صحيح. ويمكن اقول لك حاجه يا كابتن ايمن، افضل شوط للنادي الاهلي الموسم ده، لسه بقول لك الموسم ده كامل من البدايه، من فتره افضل شوط. يعني عرض لك انك تعدل، بس بقى ايه، نشتغل بعديه، صح. ما بعديه حافظنا، ما نرجعش، نحافظ ما نرجعش، صح. انا كان عندي بس حاجه فرقت مع مستر كولر السنه اللي فاتت، يوم ماتش سان داونز
اللي هو 2-1. ايوه. لما جبنا 2-1 هنا في مصر حصل نفس الموقف. وتعادلوا معانا. وتعادلوا معانا. حصل له ايه بعديها؟ انا فاكر كويس. ادرك الموضوع ده حتى ما دخلش فينا 11 ماتش ورا بعض جول. مظبوط. ده اللي انا عايزه الفترة القادمة. صحيح. النادي الاهلي هيخوض مباريات صعبة جدا الفترة القادمة. فأول حاجة عاوزه يشتغل على الحتة الدفاعية كويس، التنظيم الدفاعي كويس، العمق الدفاعي اللي بيتعمل ده صعب زيادة. جدا تلعب مع فرق كبيرة بتعرف تلعب كورة، يمكن يانج افريكانز تقدر تقول فرقة قدام كويسة، هم متواضعين ورا، لكن هو في الحتة الهجومية سان داونز مثلا، اتحاد جدة، لما تيجي تلعبه في الحتة الأمامية يا كابتن أيمن لازم التنظيم الدفاعي يزيد، يعني الشغل الدفاعي لازم يبقى أفضل من كده كتير، عايزين نأمن دفاعنا وحتة الهجوم بتاعنا شغل كمان كتير قوي، إن أنت لازم تحرز أهداف. أنت تقدر تقول إن المدرب بيوصلك للجون 7-8 مرات 9 مرات، دي شغلته، أنت بتوصل 9-10 مرات، فيجب على اللعيبه ان يستغل، ويجب على المدرب ايضا ان هو يمرنهم على استغلال الفرص. مفيش مانع ان يشتغل على اليه اللعب، يعني شوف الكره بتاعه طاهر محمد طاهر ولا كره كريم فؤاد. يعني كره كريم فؤاد دي ثقه، يعني هو راح عاوز ياكدها، ما عندوش حاسه الفيرويد، كفيرويد كان لازم يشيلها من فوق اللعيب، ولكن كويس انه بيروح في المكان ده. يعني انت عندك حاجات حلوه كتير قوي حصلت النهارده. صحيح. ايجابيه يجب ان احنا نبني عليها. بالظبط. وانا على قد ما زعلان ان احنا تعادلنا، على قد ما سعيد باداء الشوط الثاني. ليه؟ ليه؟ النادي الاهلي يعني المفترض على طول يبقى بيلعب كده يعني، ولكن انا سعيد انه اتحسننا كتير قوي عن بدايه الموسم. صحيح.